أول ما نبدأ به صورة لطفل فلسطيني في غزة كان شاهد على وفاة صديقه بطريقة بشعة. هو دي صورة ما نقدرش نتكلم عنها أكثر من هذا. خليكم مع صور طفل فلسطيني شو كيفاش يعيش في الحرب اللي فرضت عليه إسرائيل. ليش جايب بطل لبنان الكره وصار يلقى سبعه ابنه يضرب الفسح. كنت تلعب كرة؟ لا والله كنت الكرة الى ابنه الى زين من تحت السياره. لا يوقع الا اللي كنت اللي اياه كنت له كرة؟ لا هو لسه مطبل اللي بيمسح السروال. ما انا شفت ابنه ودخلت جوا الدار بعدين حملته وبعدين حضر الدرس جريته وديته في كمان واحد اسمه صالح القرعان راسه وكله طلع مخه طلع بعرف تفوت لما قعد والله ما هي حياة ولا حاجة. صورة كما هذه تقطع القلب. الصحافة الغربية ما تشوفهاش ما تعلقش عليها. لي زعما الكلمة على الإنسانية كلمة حقوق الإنسان حقوق الطفل ما تشوفوش هذه الصورة. كم من طفل عاش هذه الصور اللي يشوف صديقه ومخه يخرج باباه يشوف خوه واحد هو بعد ما تروح يدوب قطعة قطعة هو يشوف مأساة يعيش فيها الشعب الفلسطيني ما بعد المأساة. يعني لما تسمع العالم الغربي يتكلم على حقوق الإنسان وحقوق الأطفال وكذا تشوف هذا الوليد هذا براءة على براءة على هذا تزرع فيه عدوانية لإسرائيل. ما بعد عدوانية ما تقولوا علاش راكم أعداء إسرائيل وعلاش هذا يكبر بالعداء لإسرائيل وبالعداء للغرب اللي يحرش إسرائيل ويحرك في إسرائيل وبالعداء لأمريكا اللي ترفع في إسرائيل وتحمي فيها المحافل الدولية بالفيتو ديالها. هذا اللي نشوفه ويتألم فيها ألم. هذا الصورة فيهم ألم كبير. مش راح تقول طفل كيما مش راح تقول له باش راح تفسر له على هذا. نقول لك انه المواطن الفلسطيني مهما كان سنه يكبر والحقد في قلبه على كل ما هو إسرائيلي. يعني ماشي غير قال جا خذ له أرضه وشرده وأكثر من هذا. ما كانش مواطن فلسطيني عاش الأراضي الفلسطينية ما شافش الصورة اللي شافها الطفل هذا. كلهم عاشوا هذه الصور اللي كانوا شاهدين على الأحداث كما هي. قبل ما نتكلم على الغرب قبل ما نتكلم على الصحافة الغربية نتكلم على الأنظمة العربية. الأنظمة العربية اللي قاعدة تتفرج لها شوفوا على الموضوع بالتفصيل بعد شوي. الله أكبر الله أكبر هشام عباس هشام عباس.